اخر حاجه يا فندم، حضرتك هتملى الطلب ده، هتكتب اسمك يباعي ورقم التليفون ووش وظهري اي بعميات، وهتكرر العمليه دي 35 ميه. وحسن خطك بليز. 35؟ طب ما ينفعش حضرتك املى الورقه دي وحضرتك تصورها كلها بعدين؟ يعني حضرتك مكنه التصوير دي بتطلع امضه اصليه؟ هو انا صحي؟ انا مستعجل يا فندم، دي تعليمات البنك المركزي، دي مش في ايدي خالص. بليز معلش مستعجل. محدش اتحرك من مكانه غير ولا كلمه ولا حركه ولا نفس. قدامك 30 ثانيه تملى الشنطه دي بالفلوس الحلوه اللي قدامك دي. حضرتك مش شايف ان في عميل معايا؟ دويك لو سمحت. كان قدامك. انا متنازل على الدور، ربنا يوفقكم باذن الله. بيحتك رقم حضرتك؟ رقم ايه يا حبي؟ هو انت مش واخد بالك في اللي في دي ده ايه؟ ده مسدس تقريبا، بس انا مش عارف ايه علاقه ده بيقم. انا عايز يقم. 9 مللي 16 طلقه وقفرت بدماغك دي 122 حته. انا عايز يقم. يقمك 26؟ اتفضل. طب اقتله ده يا ربي ولا ايه؟ هقول له قفرتك 120 حته، قول لي رقم 26. رقم 26. هلا يا حبيبي 26. استاذنك يا امي، معلش اخد الرقم ده منك. انت اللي هتخلص لي الحواله. معلش يا امي، هخلص السطو اللي في ايدي ده واخلص لك انا الحواله. اتفضلي استقبال. اتفضلي استقبال. اتفضلي. والرقم اهو، عايزك بقى تملى لي الشنطه دي على تمها. اظن على تمها يا فندم، لو حسبنا الاطياف بتاعت الشنطه من بيا ممكن تشيل 2 مليون. الله اكبر، عايزك تملاها لي بقى على تمها كده من المترات الحلوه دي. اسف يا فندم، ده ضد التعليمات. اكتر من مليون جنيه محتاجه موافقه البنك المركزي. يعني لازم موافقه البنك المركزي عشان اخد اكتر من مليون جنيه؟ طب هات مليون جنيه. ماشي. ما هو برضه يا فندم اكتر من 50,000 ما اقدرش اطلعهم من الفايع هنا، لازم موافقه مدير الفايع. ناديله انا هخليه يوافق. معلش ناديله. للاسف يا فندم مستر يقفت النهارده موجود في البنك المركزي. شوف يعني ممكن حضرتك تروح له برضه البنك المركزي في شارع شقيق اللي هو عنده امن مركزي. انا لسه قايل لك الموضوع. اتفضل يا فندم. طب والعمل دلوقتي؟ في حل حضرتك، ممكن تسيقهم 50 في 50 على 20 يوم عمل، يعني تقريبا شهري، ويكون كده حضرتك سيقت المليون جنيه كاملين. نعمل ده؟ يلا بينا. هات 50,000. بطاقه حضرتك؟ بطاقه يا ابني؟ ما معيش بطاقه وما ينفعش استني يبقى معايا بطاقه. اقتلك انا دلوقتي ولا اعمل ايه؟ لازم بطاقه. يا يابا ده يساعدك يا يابا. طب استنى. الو، ها كيمو. ها حبيبي، بقول لك ايه، كنت عايزك في خدمه. عايز اضرب بطاقه رقم قومي. عمليه سطو مسلح. لا انا في قلب السطو دلوقتي. اسبوع ايه يا ابني؟ ده انا كان زماني خلصتها شرع يا اسا. باسبور؟ طب استنى كده، بقول لك ايه، بيقول لي باسبور ده يطلع السخان. لا يا فندم الباسبور مش هينفع. طب سلام انت كيمو دلوقتي، هكلمك تاني. طب بقول لك يا زميلي، انت شكلك راجل بتخدم، شوف لي كده اي مصلحه كده، مش هينفع اخرج وايدي فاضيه من هنا. انا عندي فكره ممتازه. احنا حضرتك عندنا شهادات بنكيه من غير اجراءات، من غير روتين، من غير اي وجع دماغ. يعني حضرتك كانك بتشتري حاجه من السوبر ماركت، دي بتاخد العائد بتاعها بعد 6 شهور 0.5%. يعني ممكن بعد 87 سنه تكون حضرتك كونت المبلغ. نعمل ده؟ يلا بينا. هات شهادات. الشهاده الواحده يا فندم ثمنها 1,000 جنيه، وبحد اقصى 5 شهادات. معلش 5,000 بقى عشان نحصلهم من حضرتك. وانا لو معايا 5,000 جنيه كنت جيت اسطو عليكوا اصلا النهارده ولا مسطوش؟ احنا ممكن نعمل لحضرتك كريدت كارد، ده يخليك تشتري عن طريق الانترنت. ممكن تشتري الشهادات وتيجي هنا تسطو علينا وانت ورقك سليم. وده يعني اللي مش محتاج بطاقه؟ ممكن حضرتك نعمل الفيزا لحد معاه بطاقه، وبعد كده حضرتك تسيقها منه ونبقى ماشيين على الاجراءات. انت من الصبح عمال تلاوعني ومدخلني في حوارات وموافقات وبنك مركزي وكياده قايد. لا يا كياده يا من كياده يا عم، زي ما تتقال تتقال. انا دلوقتي عايز الفلوس، انا مش همشي من هنا من غير الفلوس. يا يابا اعرف اخدمك، يعني انا مفيش حاجه في ايدي، انا اسف. يا 27. السلام عليكم. انا حرام. ده مسدس. بطاقه هنا متكتته، شهاده الميلاد هنا متركمه، متاعه من امبارح في المصل واللقاح، تصريح البنك المركزي موجود، الشهادات اللي بسبعة مليون جنيه اللي بدون فوايد اشتريتها. قلت لي بقى المليون جنيه اللي انا طالبهم منك من شهرين. ده راجل حرامي محترم. ويا اسليم احيجني. خلاص انت جاي تصطو بعبط؟ بص لي هنا، اوعى تصطو كده تاني. انا اسفين يا فندم، حضرتك من حقك تسيق فعلا،
وده مبلغ 70 جنيه معلش عشان اصلا السيستم واقع من الاول خالص واحنا خصمنا منه العمولات والمصاريف الاداريه. اتفضل اتفضل. شكرا يا فندم نورتنا. اتفضل بلاش قيف. استنى انت وهو تعالوا لي هنا. انتوا اخوات؟